السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضرتكم، لقاء جديد آيات ومعجزات. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي بحضرتكم اليوم والأستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق سلامة، أستاذ الرياضة البحتة ومدير مركز جودة التعليم العالي بكلية العلوم ببورسعيد. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، سؤال المنازل واللي إجابته بتكون من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة أمام حضراتكم، قوله تعالى عليها 19، هذه الآية الكريمة في أي سورة من سور القرآن الكريم وما هو رقم الآية؟ دكتور أحمد عليها 19 أحد آيات القرآن الكريم، يعني أوجه الإعجاز الرقمي أو الرياضي أو العددي في هذه الآية الكريمة. زي ما اتكلمنا في بعض الحلقات السابقة قلنا أن هناك الإشارات العددية والإشارات الرقمية. دكتور احنا بنتكلم في مجال في تخصص كل الشيء مش بعض الشيء، فنحاول نحن نوضح للسادة المشاهدين المصطلحات التي تعينهم على فهم المقصود حتى يصل إليهم الإعجاز أو وجه الإعجاز في الآية. ما هو نحن بنتكلم على العدد 19، يعني عليها 19، عليها 19. العدد نعم. 19 نفسه يعني يبقى هنا 19. العدد 19 العدد حاضر. 19 هذا العدد ذكر في القرآن كله. نعم طبعا بالبحث عن الأرقام طبعا. نعم. جميع الأرقام ذكرت في القرآن، جميع الأرقام، جميع الأرقام. نعم. اللي موجودة في الدنيا موجودة في القرآن. نعم. العدد 19 بقى بالذات لو بحثنا عن هذا العدد في القرآن وجدناه ذكر مرة واحدة، مرة واحدة. اللي هو 19 ده إشارة مباشرة. يعني إشارة عن الرقم أو العدد مباشرة 19 ذكر. نعم. صريح إن احنا قلناه قبل كده صريح. نعم. إن هناك إشارات غير مباشرة زي 309. نعم. ومكثوا في كبير 300 وازدادوا 9. نعم. ألف سنة إلا 50. لا خمسين. يعني ده برضو إشارات إلى العدد 19 بقى أشير عليه صريح. مباشرة. نعم. وبصورة مباشرة في القرآن. نعم. هذا العدد له بعض الإعجازات، يعني إعجاز مذهل في هذا العدد. يعني العدد كلمة العدد ومضاعفاته، يعني العدد مضرب يعني المضاعف اللي هو 2 3 4 5 6، يعني اضرب 19 في 2 او جمع 19 في 3 19 في 4 19 في عدد مرات، يعني جمع الرقم اللي هو الايه عدد مضاعفة. المرات. نعم. اللي هي المضاعفات يعني. نعم. نجد في القرآن الكريم البسملة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لو عدينا حروف البسملة. نعم. هنلاقيها دكتور حضرتك البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، عدد حروفها بسم الله الرحمن الرحيم هتقسم لو أربع كلمات، كل كلمة كده لو كتبنا عدد حروفها عشان نبقى مع بعض كده مع السادة المشاهدين، لو كتبنا حروف كل كلمة تحتها وجمعناهم هنلاقي إن بسم ثلاث حروف، الله أربع حروف، الرحمن ست حروف، الرحيم ست حروف، لو جمعناهم بهدوء مع بعض 3 و4 7، 7 و6 13، 13 و6 19 يا دكتور. ما احنا ذكر بقى العدد الرقم 19 والعدد 19 ذكر مره واحده. ما هو دكتور بعد اذن حضرتك والبسمله ما عدينا حروفها. اسمح لي يعني اتدخل مع حضرتك، ما احنا ممكن ندور على اي حاجه تانية في القران الكريم فيها 19 حرف ونقول اهو ده. ما انا بقول لحضرتك. نعم. احنا قلنا العدد 19 العدد 19 ذكر مره واحده نعم. البسمله في السبع في ذكرت في الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم صريحه مره واحده. نعم. هناك علاقة بين البسملة والعدد 19. ما هو احنا مرحبا بحضراتكم، لقاء جديد ومتجدد مع آيات ومعجزات. مشاهدينا الكرام، يسعدنا في لقاء اليوم أن نتحدث حضراتكم حول الإعجاز الرقمي في القرآن، ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق سلامة، أستاذ الرياضة البحتة بكلية العلوم ومدير مركز الجودة بكلية علوم جامعة قناة السويس. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا. دكتور أحمد، عايز أعرف من حضرتك عن الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم، ما هو المقصود به؟ ولكن قبل أن نتعرف على المقصود بالإعجاز العلمي في القرآن، سؤال المسابقة النهاردة واللي بنتلقى الإجابات من خلال أرقام التلفونات الظاهرة على الشاشة هو قوله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، هذا جزء من آية كريمة، ما هي هذه الآية وفي أي سورة؟ فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. دكتور أنا لا يعني لا أرى أرقام في هذه الآية ولا أرى عمليات حسابية ولا أرى فيها مصطلحات مثل مصطلح أقطار والإعجاز العلمي اللي حضرتك وضحته لنا في مصطلح أقطار.
فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا. بنأكد على السادة المشاهدين ما هي هذه الآية، رقم الآية واسم السورة التي وردت فيها هذه الآية الكريمة من خلال أرقام التلفونات الظاهرة على الشاشة. دكتور أحمد، أولا وقبل أن ندخل في قوله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، أتعرف من حضرتك على المقصود بالإعجاز الرياضي أو الرقمي أو العددي في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقرآن الكريم هناك أبحاث وهناك برامج حاسوبية أو حاسوبية أو بالكمبيوتر لعد الكلمات، نعم، والحروف، نعم، الموجودة في القرآن الكريم، نعم، والصور. الحروف والكلمات والكلمات والصور 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 الصور 114 صور والكلمات، نعم، هناك برامج لذلك يعني، نعم، تقوم بعد هذه الكلمات أو التكرارات، نعم. اليابس طبعا كلنا نعلم الحقيقة العلمية للكرة الأرضية، أو للعلماء قالوها أن الكرة الأرضية بها 71% مية، 71% مية و 29% كمساحة يابس وماء يعني. الكرة بما فيها اليابس بما فيها اليابس والإيه والماء ما 29 والواحد وسبعين مية في المية كافة يعني دي حقيقة علمية، نعم، يعني هذه الحقيقة علمية قصت بأبحاث وبمقاييس حددت نسبة المياه على سطح الأرض واليابس أيضا على سطح الأرض، نعم، ومجموع النسبتين يطلع الكرة الأرضية يعني. إذا بحثنا عن كلمة اليابسة، نعم، في القرآن نجد أنها ذكرت مرة واحدة، وكلمة البر، نعم، وهي بالمعنى بنفس المعنى كلمة البر 12 مرة، نعم. لو جمعنا الـ 12